أمنيات عراقية هو محاولة لنقل الحياة العراقية والأجواء العراقية الجميلة، حقول الفن المحيط الذي كان يملأ البيوت الشرقية القديمة، البسط الشرقية، حضارة بابل، الرموز البابلية الرافدينية، عشتار، الحب، المرأة، الرجل، الخصب، الأجواء الخضراء، الماء، دجلة والفرات، شط الحلة، كل هذه الأمور حاولت أن أنقلها بصيغة أخرى إلى اللوحة لأرتاح نفسيا، وأتمنى أن أكون عبر هذه الأعمال وعبر هذه اللوحات أن أنقل فت صورة مريحة للمتلقي، محاولة لنقله مما يجري بالخارج إلى محيط العمل. هو يحلم برسم حياة بأمنيات حديثة، ولكن الميزة الكبرى لمعرض آيات الزبيدي هو لقاء بينه وبين المتلقي، لقاء سريع وبدون فجوات، لا يمكن هناك أن تكون مسافة بعد بين المتلقي والفنان. يعني هو سطوة اللون الأزرق والأخضر حقيقة مو خطأ، إنما هاي وجهة نظره، بأنه هو دا يطرح وجهة نظره بأهمية اللون الأزرق والأخضر في إشعاعاته كلون عراقي، كلون عراقي. فبس هو ماخذ سطوة يعني على اللوحات الموجودة في داخل المعرض بشكلها العام، رغم أنه قسم من اللوحات لا، لم هذه السطوة غير موجودة.